السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم بفيديو خفيف جميل ظريف حلو زيكم يا حلوين. معلش الدنيا حر والله يعين. طبعا حاكيكم من وسط المقابر. طبعا بكرة بإذن الله حيكون اللي هو اليوم الخميس، بكرة الجمعة حيكون دفن حماية أخيرا بعد عذاب استمر أسبوعين. توفى يوم 10 هندفن يوم 25 اللي هو 15 يوم، والسبب انه عفوا انتظرين بنته الوحيده لانه ما عنده غيرها، فتيجي من السعوديه والحمد لله لقينا حجز اللي هو امس وصلت، اليوم ترتاح وبكره الدفن، فهذا سبب التاخير. ولكن ايش عادات وايش طريقه الدفن شفنا في الفيديو الماضي اللي هو كيف لما يموت الواحد يجيبوه يحطوه في التابوت ويحطوه ويجمع عنده، فبيلعبوا قمار، بيشربوا، يسكروا، ويجوا فيديوكي ويغنوا وغيره. اليوم الجزء الثاني من التغطية حقت هذه اللي هو طريقة الدفن لدى غير المسلمين اللي هو النصارى أو المسيحيين. فهيا بنا الفيديو. بوم. هذه هنا مدخل المقابر، وإذا تشو زي ما بتلاحظوا اللي هو السيارات رايحة جاية تدخل من هناك. في حالة الدفن بالنسبة لطريقة الكريستيان أو المسلم إيش بيسووا؟ بتيجي الجنازة، الموكب بيجي بيوقف هنا ويحطوا هنا اللي هو لا يسموه لات فيو، يجي كذا يحطوا هنا المنصة، هذه المنصة بيحطوا الجنازة هنا ويفتحوا الصندوق أو التابوت وأهل الميت بيشوفوا للمرة قبل الأخيرة. مورنينج وقنا قليب زعلان ومخنفر ما ادري ايش فيه. نجي للمقابر. المقابر عندكم ثلاثة انواع. النوع الاول اللي هي في الارض زي كذا اللي هو بيحطوا الشاهد بالشكل هذا. طبعا العيلة او اهل الميت بيجوا كل فترة وفترة يحطوا ورود زي هذه كذا. عندنا هذا الشاهد اللي هو الاسم، ومات يوم كذا واتولد يوم كذا. في القبر هذا او الشاهد هذا عندنا اثنين، واحد فوق واحد تحت. وفي بعضهم ايوه هذه هنا اوضح. عندنا واحد اثنين ثلاثة، عندنا ثلاثة. طبعا ايش بيسووا هم؟ طبعا شوفوا مقابر مد البصر، بعد شوي هنكمل عليها. طبعا عندنا حاجة اللي هو ايش بيسووا؟ التابوت بيحطوه، الحفرة موجودة وجاهزة، هي واحدة بيشتروها شراء. طبعا هذه مقبرة خاصة وليست مقبرة حكومية. حنرجع نتكلم عن المقابر الحكومية في مقطع ثاني في هذا الفيديو. فايش بيسووا؟ اشتروا هذه قطعة الأرض اللي هي متر، خلينا نقول مترين في ثلاثة أمتار، لا اللي هو المساحة هذه بيشتروها. فايش بيسووا؟ مات واحد أو واحدة بيجوا يدفنوه. بعد فترة سنة سنتين أو زي ما حيحصل في حالتنا بعد سنتين حصل جات من اسمها دي عندنا حالة وفاة ثانية، بيطلعوا التابوت، وهذا اللي سبب جيت على المقابر اليوم. بيطلعوا التابوت القديم وينظفوا، طبعا ما يبقى للعظام، ياخذوا العظام يحطوها فيش في زي الكيس او كيس اللي هو زي الشوال ويحطوه على جنب. فبيمسكوا الميت الجديد بينزلوه بالتابوت بعد ما ينظف التابوت القديم، ويحطوا الكيس حقت الميت اللي قبله معه او فوقه. نشوف هذا هنا عندنا لويزا مواليد 1931 توفت 96، هذه لورينسو مواليد 34 مات 79، هذا مات 90، 1 2 3 4 5 هذا كله لسه ماشي. هذا اللي هو المستوى الأول، عفوا مو المستوى أو المستوى الثاني لأنه في بعضهم بس بعيدة ما حروح لهم، حتلاقي اللي هو مجرد حاطين الشاهد الضريح. بعد شوي أوريكم إياه. هذا اللي بيحبوه مرة، فشوف الحديقة اللي مسوين له إياها. من حديقة لمين؟ للميت. جاردن هنا، وجايبين واحد ايش يسموه هذا؟
واحد يسقيها وينتبه للأشجار هذه، والكلاب هذه مبسوطة مروقة على الجو الحلو ده. هذا المستوى إيش الثاني؟ الثاني قلنا، لأنه الأول بس يدوبك شاهد على الأرض، حنروح بعد شوية. المستوى اللي أعلى منه عندنا يحطوا هذا الشيء، بدل ما يكون في الأرض أو تحت الأرض يكون بالطريق نفس الطريقة اللي قلناها قبل شوية، ولكن بارتفاع كم تقريبا 4 فيت، متر ونص أو تقريبا كذا، اللي هو وأنا واقف يصير على وسطي، تمام. هذا اللي هو ليفل 2، تمام. ليش البيوت هذه اللي ورا؟ لحين نروح لها، لحين نروح لها وأوريكم، وحندخل على المقابر هذه. ولا شوف طبعا، نشوف في ناس فلوسهم على قدهم، في ناس طحاطيح. طبعا هذه علامة على اللي عندهم فلوس كثير. هذه شو يسوي اللي هو طبعا قاعد شغالين ينظف الحشائش هذه اللي هو حقت جماعة المقبرة. نيجي لهذا البيت. هذا البيت ايش يا ترى؟ يا الحمد لله على نعمة الإسلام، الواحد ما يعرف يرتاح. ايه ايش 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 ايش؟ لا 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 لا، هذا لازم تصوير. ايش رايكم في الحديقة دي؟ هذا هنا واحد، هذا اللي هو الميت، الصندوق هذا، تمام. وعندنا الناس الموتى هذيلا، وعندنا هذا الباب يدخل على غرفة، وهنا جلسة أهل الميت لما يجوا يتجمعوا. عندنا هنا بنش، اوكي، الجلسة الحلوة هذه. طيب ايش فائدة الباب هذا؟ الباب الصغير هذا ما نعرف هل على اليمين او على اليسار، واحد فيهم بيطلع على فين؟ على لحظة، الدور الثاني. الدور الثاني عندهم جلسات وحديقة وحركات، وهذا اللي هنا نسوي نفس الشيء. هنا عندنا اللي هو ايش؟ هذا الموتى، شو الصور حقتهم، وكله بالرخام وحركات. طبعا هذا اللي علامة لانهم مطانيخ، في عندهم فلوس كثير. ولكن نجي على فوق، تجي بعد فترة تلاقيهم جوا سووا صيانة وصلحوا وفعلوا، كله بالرخام وهلم جارة. طبعا في بيوت بحاول ان شاء الله اتذكر وين مكانها، مقابر عفوا، والله مو بيوت. مورنينج. ايوه هذا طبعا الرجال الميت هذا، هذا جديد البتاع ده، المقبره دي 3 ادوار. هنا ندخل، عرفتوا؟ انا ماني فاهم. هذه هنا ايوه، طبعا شوف قفل فلين 3. هذا بيته ما عنده الحفلة دي، الصور حقتهم شكله كابتن هذا، تمام. فشوف البيوت حقه، هذا كله، شوف هذا القبر، هذا هنا، وهذا هنا قبر ثاني عشان سووا انه اوه يطالع علينا، شوف حاطين صورته مجسمة، استغفر الله العظيم، تمام. فعندنا هنا الدور الثاني، عندنا الدور الثالث، وفي السطوح. دقيقة. طبعا هذا المقبرة حقت اوه، عندنا الاشجار هذه، نفتح نشوف هذه كذا، اوه اوكي، نفتح هذه كذا، اوه هذا من هنا. دخلت عند الناس يا ولد يا ولد، هذا حقنا. هذه جينا كاستوديو، اخر واحدة انضافتها المجموعة، اوكي، هي مع زوجها مع اولادها، اوكي. هذه الجلسات حقنا هنا، حننظفوها طبعا، دحين جبت المفاتيح عشان ننظفه. هذه المقبرة للناس اللي يجوا يزوروا، عندنا بولقات دورة مياه، وهنا الجلسات، نقعد هنا
طبعا بيجتمعوا في 1 نوفمبر يوم الموتى، بيجوا الناس ويقعدوا هنا تمام، هو يسلموا على الميت. بعض الناس يجوا من مكان اماكن بعيده من برا المنطقه اللي فيها المقابر، ويقعدوا حوالي يومين او 3 ايام، والله يعين. بس الحمد لله نعمة الإسلام. ونكمل، أيوة شوف هذا عنده دور ثاني مسوي ساق. أستغفر الله العظيم. هذه يجوا يقعدوا في حالة وجود مشكلة، تمام. شوف هذا كثيرين هنا سألحون على الضحك. فهذه كذا مقابر أشكال والوان. في أمان الله.